لتسليط الضوء أكثر على التقدم العسكري الملحوظ للجيش اليمني والمقاومة على جبهة تعز، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس. أهلا بك شيخ صلاح. بداية، انتصارات كبيرة للجيش الوطني والمقاومة في اليمن يقابلها انهيار سريع لميليشيا الحوثي على جبهة تعز، إلى ما ترجع هذا الانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي أمام قوات الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا أمر متوقع، وهو نتيجة حتمية لما قامت به ميليشيا الحوثي طيلة 6 سنوات من فرض هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وقواته الشرعية، لأنهم سيطروا كما نعلم جميعا على مؤسسات الدولة وعلى معسكراتها إبان تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ولا شك أنهم استخدموا هذه الأسلحة واستخدموا هذه المخازن الضخمة التي كانت لدى الدولة اليمنية لحربهم أو في حربهم لتمويل ميليشياتهم من أجل السيطرة على اليمن، وبدعم مباشر من إيران بعد أن أرسلت إيران وبشكل صارخ أحد أخطر عناصرها بصفة سفير في صنعاء لدى سلطة الحوثيين الإنقلابية، وصبر وصمد الشعب اليمني وكون له جيشا وطنيا من الأحرار من أبناء القوات المسلحة الذين رفضوا العمل تحت إمرة هذه الميليشيا الإنقلابية، وكذلك أبناء القبائل الحرة الأبية في مأرب والجوف وشبوة وأبين والبيضاء وتعز والضالع والحديدة وكل محافظات اليمن، بل حتى صعدة التي يعتبرها الحوثيون معقلا لهم. التحمت هذه القبائل وأبناء الشعب اليمني ومقاومته الشعبية بالجيش الوطني، وطيلة 6 سنوات اكتسبوا خبرة كبيرة في القتال وخبرة كبيرة بالجغرافيا وخبرة كبيرة بخطط وألاعيب هذه الميليشيا، وسيطروا على كثير من الأسلحة واستعادوها من هذه الميليشيا. وفي نفس الوقت وقعت الميليشيا في فخ كبير عندما ركزت كل جهدها على محافظة مأرب التي تعتقد أنها ستكون لقمة سائغة، فسحبت كثير من عناصرها المدربة من بعض الجبهات وأيضا بعض المعدات. لذلك استغل اليمنيون وجيشهم الوطني هذه الفرصة ففجروها في كل الجبهات في هذه الأثناء، في تعز، في ميدي، في الجوف، وقريبا إن شاء الله في الضالع والبيضاء، وستكون نهاية الحوثيون قريبا إن شاء الله. نعم سيد صلاح، إلى أي مدى تعتقد أن إيران وميليشيا حزب الله سحبت دعمها لميليشيا الحوثي فعليا؟ أخي العزيز، لم يكن هذا الأمر ليتم أبدا، وهم مصرون إصرار كامل على دعم هذه الميليشيا وتهريب الأسلحة لهم. ومنذ أيام قليلة ألقى التحالف العربي وألقت بعض القوى الدولية التي تراقب الملاحة الدولية القبض على عدد من السفن وهي في طريقها إلى الحوثيين، مقدمة من إيران. وكذلك السفير الذي يتواجد الآن في صنعاء لدى سلطة الإنقلابيين، وإيران هي الدولة الوحيدة التي أرسلت سفيرا لدى الحوثيين في صنعاء، متحدية اليمنيين ومتحدية العرب ومتحدية العالم بأسره للأسف الشديد. وهذا دليل على أنهم مستمرين في حربهم وفي دعمهم للميليشيا الحوثية، لكنهم يرون انكسارا وانهزاما بل وتفكك. وهناك أيضا انشقاقات بدأت تظهر في صفوف الميليشيا وصفوف عساكرهم، حتى أنه لم نشهد من قبل في حرب اليمنيين مع هذه الميليشيا أن تستسلم كتائب بأكملها، لكنه دليل واضح على أنهم بداية على أنهم قد بدأت نهايتهم الوشيكة إن شاء الله. لكن ماذا عن الموقف الدولي حاليا في مقابل انتهاكات الحوثي؟ هل سيدعم الموقف الدولي الحكومة الشرعية في عملياتها العسكرية؟ الموقف الدولي نحن متعودون عليه أنه يدعو دائما إلى السلام ويدعو إلى العودة إلى طاولة الحوار، وفي نفس الوقت لا يوصف الطرف المعطل والطرف المعرقل للحوار الوطني ولا لعملية السلام والانتقال السلمي للسلطة في اليمن. وللأسف الشديد منذ المبعوث الأول والثاني والثالث لم نسمع تصريحا واحدا من قبل هؤلاء المبعوثين ولا الأمم المتحدة يشير إلى الحوثيين أنهم هم السبب الرئيسي في توقف العملية السياسية في اليمن والحوار السياسي في اليمن، بل والانقلاب على
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والانتقال السلمي للسلطة. لذلك لا لم يعد الصوت الدولي أو الموقف الدولي مؤثر على الواقع اليمني اليوم. الواقع اليمني اليوم أصبح حقيقة التحام والصفاف منقطع النظير مع الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية لحسم المعركة مع هؤلاء الانقلابيين، وبعد ذلك ممكن أن يكون هناك حديث عن عملية سياسية أو حوار وطني عندما يعود هؤلاء الانقلابيون إلى حجمهم الطبيعي وإلى موقعهم الذي أتوا منه، وعند ذلك أمامهم ربما تكون فرصة أن ينخرطوا في العملية السياسية بعد أن يسلم الذين قادوا هذا الانقلاب وقادوا هذه الحرب أنفسهم للحكومة الشرعية وينالوا عقابهم العادل وفق القضاء والقانون اليمني. عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.